آه يا بيو، مرحبا. آه يا بيو، خير غوا؟ آه يا بيو، خير. آه يا أبو دياب، شوفي شايف شو عمل في أبو صياح وحسني؟ هن اللي عملوا فيك ولا أنت اللي عملت فيهم؟ أنا شو عملت؟ فوق ما رحت بعت ورا أخي جبته من سان باولو يدفع له المصاري مشان يكبروا القهوة والشغل، وجاب سيارة لحسني هذا البرزال. الله لا يشعو خير حسني البرزال. هو علي انا كمان بدك تلعب؟ انت لك اخ؟ انا عم كذب يا ابو دياب؟ يا ريتك سابق 5 دقائق، كان اخي قاعد عندي هون وزعلان وواصل معه لهون، ورايح بده كسر راسه لحسني ابو صياح اللي عملوا لي قتله قدام الناس. طيب هني كيف لكن عم بيقولوا انه انت ما سالت عليهم دور اخوك؟ انا؟ اي نعم. انا حبيت امزح معه هون، رحت اشتريت دقن تشبه دهن اخي، بدي فوت لعندهم امزح بالقهوه انه انا اخي، عرفت شلون جناد بيك بغيبته يعني. اجوا لهون على البيت شافوا الدقن على الطاوله افتكروها انه شغله مقلب ولعبه، قاموا عملوا لي قتله ما كسروني تكسير، ليك ايدي ما عم اقدر احركها مكسوره. يعني اذا القضيه هيك انا لازم فهمهم. لا اخي لا تفهمون ولا تحاكيون، على كل الاحوال اخي جناد بيك راح يتولى الموضوع كلياته ويرجيهم قيمتهم شوي، فهمت شوي؟ بده ياخذ لي بتاري، وقرر انه ياخذني معه على امريكا مشان امسك له اداره اعماله. اخي خلي حسني يبرطع بالقهوه على كيفه، الله يسعده ويبعده. طيب وانت رح تترك البلد يا غوار؟ شو بدي اعمل؟ لمنيح ما له حظ بهالايام. بسيطه يا غوار، بدك تطول بالك، كل شيء بيتصلح. يتصلح؟ إيه؟ لك اذا اقرب الناس الك طلع ما فيهم خير، حسني البرزان وابو صياح اللي خادمون يلي لحم كتافهم مني انا، يعملوا معي العمليه كلها. بسيطة، قلنا لك بدك تطول بالك، أنا رح فهمهم الحقيقة كلياتها من الألف للياء. لا تعذب حالك ولا تفهمون، أخي نحن مسافرين أنا وأخي، على كل الأحوال احتياطهم، أنت خليك بالقهوة قريب، فهمت شلون؟ بركي أخي جناد بيك راح على غفلة مشان يصفي الحساب بينه، أخي خليك معهم حتى ما يعلقوا مع بعضهم من كلمة لكلمة وحسني، فهمت شلون؟ باعتبار أخي عصبي وإيده فاروطية، إيده والضرب. لك كلك فكر. مع قلبك الا العافية، بخاطرك يا غوار. الله معك ابو دياب، مع السلامة يا اخي يا ايدي، مع احسن وصلك على فوت فوت فوت. يعني انتوا ظلمتوه لغوار. شو الظاهر انت كنت عنده؟ نعم. شوف يا ابو دياب، انت اخي وصاحبي وحبيبي. إذا بدك تروح لعند غوار وتزوره وتشوفه ويشوفك، هالقهوة إلك وهو بدنا إياها، لا تزعل مني. حسني أفندي، أنا جاي نبهكم، فرصة رح تطيروها من إيديكم. أنا فرصة هاي؟ قصة أخوه لغوار مزبوطة 100%. حاجة بقى أبو دياب، مثل ما عم قلك يا حسني. لك يعني بدك أنت تقنعني هلأ إنه قصة هذا جناد الطوشي إله وجود؟ نعم موجود. أنت ظاهر قدر يلعب بعقلك هذا غوار. لك بعيني أنا وأبو صياح بعيننا شفنا الدقن العيرة ببيت غوار، بعينينا شفناها. شو بدنا نكذب عيوننا؟ يا مسكين كان حابب يمزح معكم، ايه متنكر بشخصية اخوه. حسني افندي لا تغلطوا. معلم حسني أيوة. شوف مين اجى. ليك هلو. درز حساب قديم جاي اصفيه معكم، تفضل. هاي الماني ذس ذا ماني ويتش يو صرفتوها اون مي اند ماي براذر غوار. يعني مزبوط حضرتك جناد بيك الطوشي؟ بليز دونت، لا تدخل بالتفاصيل ارجوك، خلي السيره يعني من اولها. انا كنت غلطان يلي عرفت، اللي ظنيت انكم مخلصين لاخي غوار انت وابو صياح، لكن شو بدي احكي. What shall I speak يا؟ ماني مصدق عيوني. برزان؟ ماني مصدق عيوني. يو جاست يو كمان بتمد ايدك على اخي غوار وبتضربه؟ صعلوك صرصور؟ تفي. نعم. الو، قهوة الانشراح؟ جناد بيك الطوشي موجود عندكم؟ اعطيني يا بالله. تكره جناد بيك تليفون لك. ثانك يو العفو اهلا وسهلا.
لك انا رح انطق عقلي يا ابو دياب. لك غوار اللي عم يحكي على التليفون بهني. معناتها مزبوط وانتو الغلطانين. يا لطيف على هالغلطة، كيف بدنا نصلح موقفنا دخيلك؟ انا I think هات انه مالكم بزمتي او بزمت my brother غوار اي شيء، لذلك كل انسان صار حقه معه. عفوا يا يا جناد بيك، الحقيقة نحن مالي عرفان يعني كيف بدنا نعتذر، نحن أخطأنا. بدون please I said please don't make me nervous. لا تخليني نرفز، أنا كنت مفتكر إنه أنتوا ناس طيبين وبتفهموا. على كل الأحوال كنت بدي أرفع عليكم دعوة مشان لأنكم ضربتوا أخي، لكن أخي طلع قلبه طيب غوار and he said no. جناد بيك نحن تدغمرنا وتسرعنا شوي، لكن هاللي طير عقلنا وخلانا نشك هي قضية بعرف. I know what are you going to speak. بدك تسأل ليش أنا نزلت بالأوتيل مدهوطه باسم أخي غوار الطوشي. It's clear لازم أنزل باسم أخي غوار الطوشي باعتبار الحوالي $30,000 $30,000 منازلين باسم غوار الطوشي. طيب ليش؟ بليز أرجوك لا تقطعني، don't cut me بليز. طيب بدك تسأل ليش ما نمت بالأوتيل. I know and you have right. I please don't cut me، لا تقطعني أرجوك. بليز I said. Oh heavens. طيب ليش ما نمت بالأوتيل؟ أنا نايم بالأوتيل وأنتوا اتصلتوا بالأوتيل وقال لي السنتراليست إنه اتصلتوا. أنا قايل له إيه من اتصل، قال له مالي بالأوتيل أنا جاي لهون لأرتاح، لكن مالي عارفان إنه أنتوا اللي اتصلتوا. أنا مفتكر I think ذات اللي اتصلوا ناس غلاظ، مالي مفتكر أنتوا. طيب ليش؟ Please don't cut me. طيب please لا تقاطعني أرجوك. بدك تسأل عن مس كاترين؟ فعلا I said please. Oh, skies. طيب. كاترين. Yes. My bride. الواقع اسمها ازدهار. كنت حبها قبل ما اروح على سان باولو. You know. والوحيدة اللي استقبلتني على المطار. فشو بتريد أقدمها؟ بأنه صانعة اسمها صانعة ازدهار. It's impossible. حسني impossible. الحق معك. Please don't cut me. Oh, skies. طيب. بدك تس. I know. بدك تسأل الدقن العيري. طيب شفتوا ببيت غوار أخي غوار عقله صغير. I know that. وأنتوا بتعرفوا أنه غوار أجدى، حب يقلدني ويمزح معكم أنه هو جناد بيك اشترى دقن عيري. شفتوا أنتوا الدقن بالبيت صح؟ أرجوك لا تقاطعني يا سيدي، ازرع الدقن هالمرة. Don't cut me please. على كل الأحوال المشكلة كبرت وصار سوء التفاهم وكل إنسان صار حقه معه. And now goodbye. أي أشوش الشينو مين؟ خير إن شاء الله. أهلاً وسهلاً. أهلين حسون، أهلين أبو دياب. يعني لو تعلموا الأرض من زارها. يا أهلاً، خير إن شاء الله. خير يجيك. حسني أفندي إذا بتريد على الهدى. يا غوار. نعم. نحن منحب نجتمع بأخوك. مين أخي؟ جناد بيك الطوشي. جناد بيك؟ نعم. جناد بيك يعني تقصد أخي؟ نعم منقصد أخوك. يا سيدي هلأ كان عندي براح، كنا عم نلعب سوا بالورق. ها لوين راح؟ ممكن بدنا نشوفه شوي. طيب يا هل ترى ما بيمشي الحال؟ أنا لا، بدنا ياكن أنتو اثنين سوا. هي صعبة يعني معقدة شوي. ليش بقى؟ يا سيدي مو منشان شي، بس أخي أشغاله كتيرة وماله فاضي يشوف حدا هلا. نحن ما رح نشغله كتير، دقيقتين بس. طيب هو عند الوالدة رح يزورها، وإذا كان بتريدوا أنتوا خليكن قاعدين، أنا بروح بشوفه وبقول له يجي يقابلكن وأنا بضل عند الوالدة. لا قلت لك بدنا ياكن أنتوا اثنين مع بعض. يا سيدي لا يمكن نترك أمي واحدة، باعتبار أمي يعني بتخاف، لازم واحد منا يضل عندها. أمك مش هيدي اللي بيتها هون بالحي؟ نعم تاني باب. قوم لنشوفها حسني أفندي. يا أنا رايح شوفها وحدي، خليك أنت هون ما تخليه يطلع ويزحزح من قردته. أنا رايح شوفها وارجع.
دستورة بدي أ... لا ولو الله علينا بدي... كمان يا غوار. عفوا شوي ابو دياب الله يوفقك. ليه خايف؟ لك مالي خايف، بدي اسبقه. ابدا والله. ليك اذا لقى اذا بدي اسبقه لبيت امي، بدي لحق ركب ال... اذا لقى لجناد بيك هونيك بكون نفت بريشك، واذا ما لقى جناد بيك هنيك بكون الله غضبان عليك الليله يا سيدي. بعد عاد مش عامل لك عاد. اوعى تتحرك، اوعى تجرب تلعب معي يا غوار. ما بعرف انت ليش طالع عصبيتك؟ انا ابدا اعصابي كثير رايقه. هي عود عود نلعب لنا دق ورقه في دياب. عود يا مسهلين عود، يمكن يطول حاكم. امي سمعت ثقيل، بجوز ما بساعه ما تفتح له، ما تسمع زرس الباب. صوته عالي كثير، ما تخاف عليه. عود اخي طاع يا رب. بصرة بصرة يلا اربعه لك واربعه لنا. لك 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 شو صار؟ فركشت ايدي يا اخي. لمن على الارض، لمن عفوا نجيب الورقات على الارض ابو دياب. يلا لمن خلصني. ايه هاي شب القبة وهي خمسة اثباتي صفياء صدنا. ايه وين راي؟ شفت لنا قصة اثباتي شي حسني يا فندي؟ ايه بدي قص رقبتك مثل ما بيقصوا الفروج. شو صار؟ شو صار؟ مثل ما اجى ببالي تمام، مقلب وشربنا. جيه لا في جناد بيك الطوشة ولا من يحزنوا. شو هالحكي؟ مين قال لك؟ والله كذبة. طاع اخي طاع. يقطعوا رقبتك. امك اللي قالت لي، امه اللي قالت لي، قالت ما خلفت الا مصيبة واحدة بحياتها هو انت.